ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے. ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے، اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں. تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا. اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے، لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے. ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا، اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی، اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب، اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا. آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے. اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں. تو ابھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں. جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روح زمین سے مٹا دیں گے. آمین یا رب العالمین. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ. باب البول في الماء الدائم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
باب اذا القي على ظهر المصلى قدر او جيفه لم تفسد عليه صلاته. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهم اذا راى في ثوب دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابه او لغير القبله او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله رضي الله عنهم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حا قال وبه قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنهم حدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذا قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد. فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءته فاطمه فطرحته على عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعلينا بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظه. فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر. باب البزاك والمخاطي ونحوه في الثوب. وقال عروة عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث فما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنهم قال بدك النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو عالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوبي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بطرسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهم بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى
وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان وبه قال حدثنا صخر بن جبيرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بالسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. باب فضل من بات على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجعك فتوضأ ووضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على فطرة واجعلهن آخرا ما تكلم به. قال فرضتها علي النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. اب ہم یہاں سے کتاب الغسل کی ابتدا کرتے ہیں. كتاب الغسل. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله يا أيها الذين إلى قوله عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه من الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة
فسألها أخوها عن غسل رسول الله عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك ثم آمنا في ثوب وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من اناء واحد قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة رضي الله عنها والصحيح ما روى ابو نعيم باب من أفاض على رأسه ثلاثا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن حصرد قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مقول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال لجابر رضي الله عنه آتي ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا باب الغسل مرة واحدة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهم قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاث ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم أيسر فقال بهما على وسط رأسه باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غيات قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسل ثم مضى واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينهض بها باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى
وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسل بها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر رضي الله عنها والبراء بن عازب رضي الله عنها يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنها بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرتين أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهم قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب إذا جمع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام
قال حدثني ابي عن قتاده قال انا قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس رضي الله عنهم أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أو أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إنا نتحدث أن أنس حدثهم 9 نسوة. باب غسل المذي والوضوء منه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عائشه وذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انذا خطيبا فقالت عائشه ان طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عربة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة وغسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل يده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب خرج كما هو ولا يتيمم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنبه في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب نفذ اليدين من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال
قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه وغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تناحى فغسل يديه فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفذ يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدار فذهب مروة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنهم والله إنه لندب بالحجرة ستة أو سبعة ضربا بالحجر. عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر علينا جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى بعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن مولى عمر بن عبد الله أن أبا مروة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أمي هانئ. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أبي الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عمانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عربة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب فانتجست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ وبه قال حدثنا عبد الأعلى أعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدث رضي الله عنهم حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام قال شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ باب نوم الجنب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيركض أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي الجعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذكرك ثم نام باب إذا التقى الختانان وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وبه قال حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو عن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله وقال أبو عبد الله هذا أجود وأوكد وإنما بين الحديث آخر لاختلافهم والغسل أحوط باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى أخبرني أبو سلمة عن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبرني أبو سلمة أن عروبة بن الزبير وأخبره أن أبا أي أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر، إنما بيناه لاختلافهم، والماء أنقى. اب ہم کتاب الحیض کی ابتدا کر رہے ہیں. وقول اللہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحيض رأس زوجها وترجيلها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج وأخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك يخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجابر في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته
وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع ظهير عن منصور بن صفية ان امه حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعة في خميصة اذا حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفستي قلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. وبه قال حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر من أهل أكثر أهل النار. فقلنا وبك يا رسول الله؟ قالت تكسرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله وما أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة للجرب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس رضي الله عنهم أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسقت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لا أذبح وأنا جنوب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبكي فقال ما يبكيك؟ قال لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فغسل عنك الدم وصلى. باب غسل دم للحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنزح بماء ثم لتصلي فيه. وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارس عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنزح على سائره ثم تصلي فيه. باب اعتكاف المستحاضة. وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة ورأت مع العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجها فكانت تردم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها.
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوبا عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا في محيضها في نبضة من قسط أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عتية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف تطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي 3 ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم فكان عمرتي التي نسكت. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافينا لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة فمكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب قول الله عز وجل مخلقة أو غير مخلقة.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا ربي نطف يا ربي نطفه يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد الله يقضي خلقه فإذا أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل قال فيكتب في بطن أمه باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة ومن أهدى فلا يحل حتى يحل نحر هديه ومن أحل بحج فليتم حجه قالت فحثت فلم أزل حائضا على كان حتى كان يوم عرفة ولم أحلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم باب إقبال المحيض وإدباره وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الصفرق فتقول لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ بنت زيد بن ثابت رضي الله عنها أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى وقال جابر بن عبد الله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر بن عبد الله أبو سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة وبه قال حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حست أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنفستي قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعة في خميلة حست فانسللت فأخذت ثياب حيدتي فقال أنفستي فقلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست قالت فكنا نداوي الكلمي ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدود وحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض ولقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويذكر عن علي رضي الله عنه وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثة في شهر صدقت وقال عطاء أقرأها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15 وقال معتمر عن أبيه قال سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرائها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرنا أبي عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفعدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا باب عرق الاستحاضة وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن علي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفيه بنت حي بنت حي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فخرجي وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر رضي الله عنها رضي الله عنهما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن باب إذا رأت المستحاضة الطهرة وقال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها وزوجها إذا صلت الصلاة أعلم وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى باب الصلاة على النفساء وسنتها وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي فقام وسطها باب وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. يهان سيام كتاب التيمم كي أحاديث تلاوت کریں كتاب التيمم وقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فتعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعلني يطعنني بيده في حاضرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الخضير ما هي بأول
بركتكم يا يا آل أبي بكر. قال فبعثنا البعير الذي قمت عليه فأصبنا العقد تحته. وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو العواقي قال حدثنا هشيم حا قال وبه قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد في من ينابله تيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهم من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى النبي عباس رضي الله عنهم قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري. فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجلا فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ضر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنهم قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن يسار لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنهم قال
فما قال قال عمار بهكذا بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت ضرا عن ابن عبد الرحمن بن أبدا قال الحكم وقد سمعته من ابني وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنهم قال عمار وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحق عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنهم أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما وقال وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة الحكم ينذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن ابي عبد الرحمن قال عن ابيه عبد الرحمن رضي الله عنهم قال قال عمار لعمر تمعقت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا الشعبة عن الحكم ينذر عن ابن عبد الرحمن بن ابي عن عبد الرحمن قال رضي الله عنهم قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنهم قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ومسح وجهه وكفيه باب السعيد والطيب ووضوء المسلم يكفيه من الماء وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث وأما ابن عباس رضي الله عنهم وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنهم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل ووقعنا وقعة ولا وقعة أحلي عند المسافر منها فما أقضينا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو لا يضير أرتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة وصلى بالناس فلما انتفل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قالت عهدي بالأمس عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابي
قال هو الذي تنعين فانطلق. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث فقال فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو استقيحتين وأوكأ أفواههما وانطلق الغزالي. ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له أصحابي ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسباط فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فقال المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي من. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصب أمل. باب إذا خاف الجنوب على نفس المرض أبي الموت أو خاف العتف تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينعف. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد هو غندر عن شعبة بن سليمان عن أبي وائل. وقال أبو موسى رضي الله عنهم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لم أصلي لو رخصت لهم في هذا. كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قانعا بقول عمار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم فقال لو أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن قائدا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك منه. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية. فما درى عبد الله ما يقول. فقال لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه وتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا. فقال نعم. باب التيمم ضربة.
وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم فقال له ابو موسى رضي الله عنهم لو كان رجلا اجنبا فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي؟ قال فقال عبد الله لا يتيمم لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا أو برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفض ثم مسح بها ظهر كفه بشمال أو ظهر بشماله كفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلي عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبي موسى ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكات بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخضاعي رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. صدق الله العظيم. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.